يلا نربط. طيب يا اخوانا الحلقه دي شفتوا النطيط ده، الحلقه ذاتها منططه زي النطيط، حلقه مختلفه، حلقه حتفاجئكم. انا ما اعرف الحلقه دي ذاتها انا صورتها كيف، لكن لغايته انتوا تحملوها. عيدت عليكم، كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى المبارك، والسلام عليكم. شهد 2000 بيكفي للشغل ده. المترو جاي سريع سريع سريع. شهد 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 2000 ما شاء الله. شنو شهد 2000؟ شهد 2000 يكمل عليكم. الله بشر حرق. عبد الرؤوف، الله عبد الرؤوف ام قماري، يلا عبد الرؤوف. ها شهد 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 قفل. يلا بليا الا البعد وبعد ده قد نفر والسفر يا ملكة. الليل والقمر ضدين اجتمعوا. عليك الله تاني ما تغني أوباما. نهاية ما هاي ولا أسمع. دي ما هرمنة، دي هرمنة ودي باص ودي خطوط. نعم دي شنو؟ هرمنة باص خطوط. انت لما تغني بنفس الصوت انا بغني لك بصوت تاني. طيب نحن معانا أوباما ما تشتغل الموضوع ده كتير، المجنون ساي ما تشتغل به كتير. جيت متين يا احمد؟ انا جيت سنه 2015. بدري يعني، ليه 3 سنه؟ ليه 3 سنه راجع 200 مره. واو واو بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت بسم الله. بسم الله توت توت توت. يعني شنو توت توت توت؟ توتوتوتيت دي يعني كلمة بالفرنسي. أيوة يعني اسمها بونجور، يعني يعني ممكن تقول بونجور وممكن يعني أنا لقى لي زول في شارع أقول له توتوتوتوت، يقول لي توتوتوتيت ذاتك. هو بيقول أي أي كده ذا بيقول لك كيف توتوتوتيت. والله عظيم. أي ما تخش أنا هنا يا عشان أنا ما بعرف فرنسي شديد. لا لا بيقولوا كده. يا سنة كان لقيت لي زول أقول له توتوتوتوت بونجور توتوتوتيت بونجور ذاته. إذا قاعد ليك كم؟ كم كيف؟ وبام عليك اللي خلي الكاميرا والحاجات والحته دي واقفه. انا ما انت ما تركز معها دير حاجه واحده بس. عليك الله وبام كفيره كده قاعدين في البيت. احكي لي فرنسا كيف؟ يعني سمحه كعبه نحن مخدوعين ولا؟ انا صراحه جيت طبعا خلعتها والجو والنظافه والحاجات دي. الحاجه اللي انت 10 سنين احنا ما عارفينها شنو يعني؟ الحاجات الكويسه والحاجات الكعبه. والله ملخص كده. والله يا اخي انا سؤال ده كبير عليك، لكن في النهايه الواحد يتواضع يقول لي كنا احاول ابقى قدره. فرنسا والله ممتازه جدا لإجابتك لانسان لا لانسان داير يبني حياته. انت اصلا وصلت فرنسا ويس. اهم حاجه سؤال جواك انت، انت جاي اوروبا تعمل شنو؟ يمكن عشان انا اصلا مولوده في السودان ودرست في السودان لحد الصف الخامس. لحد سنة خامسة صور خامسة لحد سنة خامسة. طيبة ها طيب طيب أهم أنا دار أجيب أولادي هنا وحافظ على إنه ما يعني ما مش ما يختلطوا لا ما يتأثروا بالمجتمع واللغة بتاعتهم والحاجات بتاعتهم تكون يعني زيهم هنا. دايرة تكون سودانية كده بحتة كده بتاع اللوكل. أوكي فلازم أول حاجة في البيت تتكلم معهم سوداني، فباللهجة بتاعتنا السودانية تكون بتتكلمون دمعا على العادات والتقاليد السودانية. ما بلخبطهم يعني يمشوا هناك فرنسي وإنجليزي ولغات، يجوا هنا دي وتعالى ولد. لا ما هو الفرنسي والانجليزي واللغات ده في المدرسه، هو كده كده ما حينسوه لانه حيكون في المدرسه تعاملهم برا مع اصحابه مع كله، لكن انت العربي ده هو اللي ممكن ينسوه، عشان كده في البيت انت تتكلم معاهم بالعربي عشان الحاجه دي ما ينسوها. يعني غررت تعيش هنا؟ ايوه غررت اعيش هنا. تتنازل عن بلدك يا احمد وتعيش هنا؟ والله يا اخي بلدي ما وفرت لي الحاجات اللي انا يعني محتاج لها. طيب البلد دي ما محتاج بلدي انا ابحث عنها برا يعني. طيب الحاجات دي بعد تلقى ما بترجع؟ برجع الليله اللي توفرت لي بكره برجع. ما ابي تولدت هنا ولا في السودان؟ في السودان. وين؟ في مدرمان. مدرمان وين؟ الثورة الحارة الأولى. الثورة الحارة الأولى وين؟ في الثورة. بابكم لونه شنو؟ أخضر. الكلب الوالدة مشت ولا قاعدة؟ مشت والله. وده شنو؟ كتلت عربية. أنا شنو؟ بتعرف يا ديستيس؟ شنو؟ يا ديستيس يعني بالإنجليزي يعني زول يعني just like nice. كيوت. اها ديسيس. انا مش ديسيس. انت ديسيس عادل كده. شفت انت عادل كده والله. بتعرف الهلال ولا المريخ؟ مريخ. انت مريخاوي؟ مريخ. بتعرف منو غير في اللاعب في المريخ منو؟
ده لكن ما عارف، لكن مريخ بس. كويس، انت جاي مؤهل ولا لا؟ ما مؤهل. ما مؤهل طبعا، بتتجه اتجاه تاني. والله اللي بيسمع مؤهل ده يقول هو ما عندك دكتوره. انا خريج جامعه خرطوم وحالاتي دي. ايوه حالاتي ساي. خريج جامعه خرطوم سنه 2005 كليه الزراعه قسم الهندسه. تعبت يا اوباما في العشر سنه دي؟ عانيت كم سنه؟ عانيت السنه الاولى بس. بس الحمد لله تاني ما عانيت. اجالي كيف؟ اجالي والشكل واضح. اول حاجه قميصي اعمل منك. هنا في حاجات مميزه جدا. الشيء اللي لاحظت لي كل زول في حاله ما عنده علاقه بالتاني. الحاجه دي هي يعني خلتهم يتقدموا علينا. لا هو ما سلوكهم هم براهم يعني سلوك حتى الاجانب الموجودين كلها. هو ممكن ايوه ولا في ممكن تكون ايوه في لانهم يعني بيتكرسوا لشغلهم اكثر وللحياه دي، وممكن يكون لا كمان لانه حتى لو هم يتقدموا في الشغل وكذا بيكونوا متاخرين عننا في العلاقات الانسانيه. يعني تاسي داي تاهل نفسك هنا، تاهل نفسك لغه وقروش وترجع؟ ايوه نعم. لما في ناس بيجوا هنا الواحد داهي نفسه لغه وبعد ذاك يلقى لي قروش يعمل لي برنامج استثماري هنا ويعيش لي للابد. والله يا اخي انا بفكر اصلا انا يعني هسه لو اديناك المبنى ده عايل لي، عايل لي يا احمد؟ اي اديناك المبنى ده تايه بترجع السودان؟ والله ما برجع. تعرف الدخينات؟ شنو؟ جبل اولية. لا ما بتعرف اي حته من ديل؟ بتعرف من درمان ولا الخرطوم ولا بحري؟ اي ده بعرف. بتعرف وين؟ بتعرف اكثر حته عجباك في الخرطوم وين؟ الثوره في خرطوم. ثوره في مدرمان يابا. ما بتسال فيهم ثوره في مدرمان يا تثور فيهم الحاره الكم عندنا بالوادي وبالشنقيطي؟ الثانيه دي بالوادي ولا بالشنقيطي؟ الشن تا تا في تا الشنقيطي تا كيف تا تايرا تا تايرا تاي يا ولدي نسيت. علاقات حلوه بتربطنا مع المغاربه. منو؟ شادين. شادين وميمه. وميمه وشادين. وميمه دي عندنا، شادين دي الله بنلقاها احنا. طيب في 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 المغرب العربي العيد الاضحى بيختلف عن العيد في السودان. ما يميز عيد الاضحى في المغرب شنو؟ قولوا حات الله. في المغرب العربي عيد الاضحى يختلف عن بقيه الدول. فما يميز عيد الاضحى بالمغرب العربي؟ الاكل. الاكل في الاكل؟ الاكل شوا 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 التقليه يعني الكرشة. بمعنى الكرشه. تاكلوا كرشه؟ ناكلوا الكرشه. نحن بناكل الكرشه بنعملها مفتفت. قولي مفتفت. مفتفت مفتفت هاي دي بناكلها زي مفتفت. طيب دارك تقولي عندي اللي بيجوا ماشيين كيف؟ لا ميرسي ربنا يوفقك. ما أب لسه مذكر السودان والحياة الحلوة في السودان؟ طبعاً. أكثر حاجة كانت عجباك في السودان ولا زالت موجودة شنو؟ والله ما في حاجة أنا كانت عجباني لحد ياسي كانت يعني قاعدة موجودة. الحاجات اللي عجباك كلها مشت، زي شنو المشى؟ يعني مثلاً لمة الأهل والحاجات دي الناس. لا لسه بنتلمى أصلك مرة. ما زي زمان لكن. والله؟ والله. زمان كنا بنتلمى أكثر ولا كانت الناس طيبين كذا وظريفين؟ بس كانوا طيبين. حسي بقى في قطيع وهي هنا ما شفتي وعندي لابسه كيف وعلي والحاجات دي. أيوه بالضبط كذا. I'm speaking English, just English. Okay? Just English. Just English. هي أكثر حاجة متواجدين في باريس وفي المناطق السياحية اللي هو كان شغالين الناس القدامى سمعنا عنه ونحن جينا وصلنا هنا انهم شغالين مع اللي هو الاخوة الامراء. شوف الاخوة دي كيف؟ الاخوة الامراء. ايوه لازم شايف عقالك انا. طيب اوباما، طيب نحن جينا وقعدنا هنا، اضافت شنو باريس لاوباما؟ مش فرنسا كلها. والله اتكلم معك ب صراحة ما ادري اي صراحة حقيقة شيء. اول حاجة تغيرت تماما من ناحية التعامل. بقيت تحلق راسك عادي هينة. ما قصة حلاقة، لكن حتى شكل التعامل مع الأسرة، مع الأصحاب، احترام الزمن، عرفت معنى الألفاظ يعني شنو؟ يعني أنت لما تقول أنا يعني حجيك الساعة كده أو أوعدك إنه أعمل كده. دي ألفاظ؟ طبعا دي ألفاظ. علي بطل يصور. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. لا ما أعرف ده شنو لكن ما عاوزه. العيد هنا كيف؟
العيد هنا يعني عادي، لكن الخروف ما كيف ما بيموت كيف؟ ما بيموت في الشارع زي في السودان. دي ذبحوه. ايوه ما من نذبحوه. ما من نموته. ما من نموته في الشارع زي في السودان. ليه؟ نحن معنا قاسيين. عشان ما حاجة بيدعمل. ما حاجة يعني أسي أنت لو شو تخرب بيتضبح الموضوع ده عادي؟ أوه البوليس بيجي طوالي. والله؟ يقول لك قتلت الزول؟ ما زول، لكن يعني ما يعني حاجة ما حلوة. الكلاب هنا بربوها كيف؟ شنو؟ الكلاب يا أبا الكلاب. هو هو هو. أيوة. أيوة. الكلمة الثانية. الكلاب كيف تتربى الكلاب؟ يعني شنو؟ في أهل وحبان وأصحاب وناس وناس الجيران وبنات الخالة وبنات العمة والناس والأسرة والجدود دي كلهم تتنازلت عنه ونجيت قعدت الغاية تبرر الوسيلة ولا أفضل لك هنا؟ هي حقيقة صعبة، لكن الواحد يعني بيقول لك الأجابة على المورة الأمر منه. الواحد أولاده بيمشوا منه بعد يحصل عمر محدد يخلوه براه ومعه الكلب 18 سنة بيتخرجوا بيمشوا بخلوه كده بس بيكون قاعد هو الكلب بس بيكتب الورثة للكلب بعدك لما يموت مش دي حقيقة على فكرة بجد على كلام والله العظيم في ناس بيكتب أنا جاي لكم ميديا هريت لي كان كلبهم أها لا بجد في ناس بتكتب ورثتهم لكلابهم وحدين بيكتبوا ورثتهم مثلا إذا عندك واحدة شغالة بتجي تساعدك في البيت حاجة حصلت لنا قبل كده واحدة صاحبتي أمها شغالة عند واحدة في البيت واحدة عجوزة فرنسية لما توفت المحامي ضربها قال لها اسمعي زولا دي توفت وكتبت لك كل حياتها عزة أي فرنسية دار تموت كلميها قول لها جا الواق بيمسح بلاط أي حاجة ما عنده مشكلة زول ورثة تعرف تطبخ أهم شيء يا زول هو أنا والله يتعلموا هنا ده بياكلوا شنو هندق يا مش يا هزات تعمل لهم دمعة كود دبوخ دمعة كود دبوخ يعني شنو؟ أمورك ظابطة كده لا دبوخ دي شنو؟ كود دبوخ ده شنو؟ ده جزء من الخنزير طيب هنا النظام التعليمي هنا كيف؟ والله هو هنا يعني بنيته ناحية طيب من ناحية بتاعت الاهتمام بالطفل الاهتمام بالطالب يعني طبعا فرق شاسع من هنا والسودان يعني هنا أحسن شديد سكت يا سكت طيب بيحصل شنو؟ طيب هنا يعني بيهتموا بالطالب يعني شديد أول شيء بدو حق المواصلات اصلا بيكون عنده يعني كارت عين مجاني عشان بيحشوا له بيكون عنده بدو حشوات لا لا ما هو في مطعم في المدرسه اي بي الناس بتاخد مجان انا درك معاكم اسمعي دايرين نقول ددر برنب وددر برنبين في الطين ددر برنب وددر برنبين في الطين اقسم بالله خطره جدا طيب داير انك تقولي حبه الخعاخع حبه الخعاخع الله يا خدر شفتها دخلتها لين خطيه شفتها طيب سخلي وسخلك دخلوا المسلخ سخلي وسخلك دخلوا المسلخ يا جماعه احنا نخلي ده كلام ده كلام مذاكرتي من الحجوسي صح قول له بيخصبوه كمسكو جيزن الجيب شايف في السودان يعني مرات تلقى كلاب كتار كلاب سجيبا سجيب كلاب خليها كلاب أزول ما في عوض خليها العوض انت غطستنا نلقى كلاب كتار يعني في السودان يعني زي أصحاب كلهم يعني الكلاب أصحاب أي بيجروا مع بعض وما في كلاب فرد أي كلاب الليشلاك وما عندهم يعني زول يقعد معهم دي اسمها كلاب الضالة أو المشردة أو كلاب الشوارع المشرب؟ يا حبيب الكلاب المشرب كده خليني الموضوع ده سيجاسي دي الشام بوغي بوغي أي يا أخي بوغي أي بوغي بوغي ليلة ليلة كربنا أها طيب هنا ما في كلاب مشردة بوغي؟ نو no, ماف ما حلو ما حلو كيف؟ هنا كله كلاب كله كلب يكلبوكو أيوة حصل زكاك كلب هنا؟ لا ولا مرة؟ لا ولا تزكيت كلب؟ لا هسه بتعاملوا مع الكلاب تعامل كويس شديد يعني هسه إذا خبطت لك كلب وأمورك ما واضحة في البلد برجعوك؟ مشكلة كبيرة والله ممكن تسجنها في كلب ما شافوا كلابنا هناك عليه اليمين كلب كذا قودي يا زول بلاغ أوباما أجمل عيد عشته هنا متين والله صراحة ما في عيد هنا جميل
لما هم كلهم كعبات لكن في واحد فيهم كويس. ولا عيد ما عشته بصوره. لانك انت بتنوم وما بتمشي الصلاه عارفك. لا والله ما قصه انه نوم ومشي الصلاه، لكن طبعا العيد ده عنده احساس خاص، انت بعيد من الاهل هو ما فيه طعم هنا. عزة اعياد كثيره مرت عليك هنا، عيد الضحيه بالذات عصرتيه في السودان وهنا. ايوه انا ما ادري اقول لك الاختلاف شنو ولا بتاع ولا المتعه عامله كيف بتاع. هل 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 اتعودت على العيد هنا لدرجه انه بقيتي ما مركزه على انه عيد السودان مختلف عن هنا، ولا الفكره عندك هي فرحه خاصه ما عندها علاقه بالمكان؟ هي اوكي فرحه خاصه لكن برضه ما لهم اي علاقه ببعض وما بنتعود على العيد هنا على الاطلاق. مستحيل. اخر مره عيدت عيد الضحيه متين في السودان؟ ضحية يمكن نهاية ما عيدت في السودان. بتعرفي الشعب السوداني؟ عيد مبارك سعيد. لا تعرفي الشعب السوداني؟ تعرفي حاجة عن السبب؟ لا لا ما شفت. بتعرفي السودان؟ كدولة نعم. سمعانة في السودان؟ نعم. انطباعك عن السودان؟ بلد شقيق بلد. بتعرفي سودانيات؟ عندك علاقة سودانية أصدقاء؟ لا لا لا. أنت عندك علاقة بالسودانيين؟ شوية شوية. بتعرف عن السودانيين شنو؟ ناس مزيانين. مزيانين يعني ناس كويسين. ناس كويسين. دي شهادة من المغرب. هنا القراية كيف؟ التعليم education بعرفه أنا. Alors pour commencer t'as la crèche. Yeah. Oui oui. Obligatoire mais tu oui. peux. Après t'as la maternelle. Oui. 3 ans. 3 ans. Petite section et une section grande section. Oui. Après t'as la primaire. CP. C'est matériel translation. زود قالينا هنا عنده لحد أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة ستة بيمتحنوا الإعدادية، من الإعدادية بيرجعوا ثاني يخشوا الثانوي، من الثانوي حيمشوا الجامعة. كان ده صح؟ مش مفسرته كويس؟ يا بخي يعني كلام فل واصل. C'est exactement ça, t'as très bien traduit. Ayo, hatallah, alhamdulillah. T'es vraiment quelqu'un de très beau aussi. قال لي يكون عادي الله ان شاء الله اي زول ياكل قروش الناس ان شاء الله يتفقع في قاع البيض. Voilà, je comprends pas pourquoi t'as toujours pas de femme ni d'épouse, enfin t'as tout pour plaire. T'as tout pour plaire يعني شوف الناس اللي بتنشل في المواصلات والحياه الحركه دي بايخه وتجدع الموز في الشارع والكلام ده بايخ جدا والناس دي عيب عيب صح؟ طبخت ليه؟ T'es vraiment quelqu'un de bien tout fique. وكمان ديل بالذات شفتوا الناس اللي بيكفوا تكشحوا الكرشه ديل حسب في داعي كتشوا الكرشه ولا نقول لهم زي مخصبيه مش صح يعني يلا بكشحوها في الشارع بعفنا ينظفوها وياكلوا الكمونيه مش غبي؟ كمونيه واصل بالفرنسي اه وي وي باي دو اوف يوف يعني شوف كرشه معفنه وفسقه وي سي جادور الحمد لله على كل حال وربنا يوفقنا ان شاء الله. خطوات وهي بتعدي ونظرات فيهم تحدي وكلمات أنا حافظاها عندي شعار هوية هي جميلة لكن قوية هي بسيطة هي دغرية هي عظيمة هي حربية وسودانية يا أخ سوداني تدي والله العظيم. نصيحة للشابات اللي في عمرك في السودان وللشباب تقول لهم شنو في 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 الحته بتاعت الزول يهتم ب ب ب بما يعنيه؟ اقول لهم شنو؟ بالفرنسي. طيب يفو ريسبكت لي زوتر بور كون سوا ريسبكت سوا بور كون سوا ريسبكت سوا ميم. قالت لي يكون كل واحده تكون واثقه من نفسها تمام ما بتكون عندها اشكاليه بتكون ماشيه في الشارع زول بيعين لها ما في. بالضبط كده. اي لي في ميم لي في فو كازار ما تلفن ما تلفن خالص. اللي فيه ما تتلفف زول ماشي مشوار ما تمشي بيته ومشي عديل واصل اي دو ما بروني مو افيك فو سيل فو بلي او السودان باسكو سا مو مانك تيلمون جي ترون دي اوقفي يلا السودان جميل وسامح وهي حي لكن حاولوا بقدر الامكان الواحد يعني ما تكتروا المانجا بالشيطان ما تجيب القارضيه اوكي سي تري بيان بور لا مانجا افيك لو بيمون مي اوسي سي تو بو موفار ان بو دي تيفي شي تو سا باسري بيان الشباب قاعدكم في الليستيك دي ما جميله قاعدين في الليستيك وما لذيذه يعني الواحد يقعد في بيته مش كده يا عزه اكزاكتومون سي سا اكزاكتومون يعني بالطبع. العرس قول واحد نمره واحد العرس هتعرس سودانيه بعد ما نكرت لنا سودانيه سودانيه اكيد طبعا هتعرس مع الخواجات دي المهدي ما شاء الله لا لا داخل الاسلام عاداتنا وتقاليدنا ما بتسمح بالحاجه دي يعني ما يعني بنات بلدنا لحد اقف دار اقول رساله اصبر بنات بلدنا لحد هسه الناس اقتربوا لكن في نهايتهم احتلت المركز الاول وقعدت علينا هي كلمه تحيه لاي بنت سودانيه.
بتعرف تطبخ براك تعمل حاجات تاكلها؟ لا ولا بيض؟ مكرونة ما عارف اعملها. تعرف شنو؟ عشان بخاف من الغاز يعني لما نفتح عشان تعمل كده بوك. اي عشان انت بتعرف حصل انخلعتها؟ يوم قربت اموت كنت في التليفون مع عزة وفتحته لكن فتحته كتير. عزة دي اخته الراسي بيجي يلف وجرت وبعدين ما عارف حصل شنو ما مذكر. ده شنو ده في عين هوي فجأة راسك لفة وعزة ضربت ليك ده شنو؟ لا انا ضربت لوقتي عشان ضربت لها كويس عشان تساعد في الغاز. ايوه كده قال بوك. انت شنو راسك لفة؟ جريت وين؟ في الصالون. والجري ده ما حقي المجد. تمام حترجع السودان؟ حاب تعيش في السودان؟ لا اجابتك واضحه ما في كلام. ما عجبك في السودان شنو؟ ظاهر يا اخواننا اجابات واضحه الزول ده ما في كلام. في تونس نحن بنعرف تونس من خلال الفرق اللي لعبنا معها يعني المريخ السوداني والهلال السوداني. انا لعبت في الترجي الجرجيسي. في الترجي الجرجيسي نحن لعبنا مع الترجي ومع النجم الساحل ومع الصفاقسي التونسي. نعم طيب بتعرف الفرق السودانيه؟ بعرف المريخ. تعرف المريخ؟ تعرف الهلال؟ الهلال الازرق. الهلال الازرق بس. نعم الهلال الازرق اعرف يعني. حبة الخعاخع. حبة الخعاخع. حبة الكاخية. الشلوك الشاكلو. الشلوك الشاكلو. الشلوك الشاكلو. الشلوك الشاكلو. ومفيد فيد. كما؟ ومفيد فيد. ومفوت فيد. فتحية الشينة. فتحية الشينة. فتحية الشينة. وما شو؟ وما شو؟ ماما شو؟ ماما شو؟ الشهداء. الشهداء. السوق العربي. السوق العربي. السوق العربي. السوق العربي. موقف جاكسون. موقف جاكسون. الدخانات الجبل. شوف الدخانات الجبل. الدخانات الجبل. سي باي. 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 باي وضعناك الله والرسول. شكرا لك يا الحبيب. مخسي. مخسي دغيا. حبة الخعاخع. حبة الخعاخع. لا تقعد هنا اوعك نشوفك في السودان. ده دار برنب وده دار برنبين في الطين. ده درنب. قول ثاني. قول ثاني. ده دار برنب وده دار برنبين في الطين. ده ارنب وده دردرت على دردير. تعال احمد باقي لك لسه. قال لك انتهينا لسه ما انتهينا. الشلوك الشاكل هو شكل. الشلوك ده شكل. الشلوك الشاكل هو شكل. الشلوك ده شكل. ثاني. الشلوك الشاكل هو شكل. الشلوك ده شكل. شكل الشلوك اللي قال. قول لي حبة فيك دي. قول لي حبة الخعاخع. حبة الخعاخع. حبة الخعاخع. حبة الخعاخع. دارك تقولي حبة الخعاخع. حبة شنو؟ حبة الخعاخع ما بعيدة تاني. حبة الخعاخع. حبة الخعاخع. قولي ده در برنب وده در برنبين في الطين. ده در برنب وده در برنبين في الطين. مالا سري؟ مالا سري؟ طيب خلينا نقول حاجة. الشلوك الشاكل هو شكل. الشلوك ده شكل. الشكل الشكل ده شكلك وشكلك. الشلوك الشاكل هو شكل. الشلوك ده شكل. شكل وشكل شكل وشكل. طيب دارك تقول لي حبة الخعاخع. ها خاخة ليش نودا أجيب حبة حبة. حبة الخعاخع. حبة الخعاخع خليها. لا كويس. ممتاز والله. شفت والله انا ما كنت اصلا خاتي بالي انك تقوله لكن ما قصرت معي. كويس. ده در برنب وده در برنبين في الطين. انا دبرته ودبرته في الطين ذاته. ذاته انت جبتها من وين؟ عرفت اللخبطه ذاته. طيب سخلي وسخلك. سخلي وسخلك انت. بتعرف السخله؟ السخينه بعرفها لكن السخله لا. طيب خلينا من الكلام ده كله. الشلوك الشاكل هو شكل. الشلوك ده شكل. ممكن. ما ممكن يشاكلوا. الشاكل 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 مش شلكله. شلكلوك. طيب برنامجك في العيد شنو؟ يعني العيد من الصباح عيد الأضحى بتاع الخروف اللي بيقتله.
المشكلة إن العيد ده ما صحيت، ما قدرت أمشي الصلاة الصبح. والله ما تضحك، ما كويس. كويس. صحيت متأخر عشان دائما في الإجازة قاعد أصحى متأخر. تمام. عشان يعني تعبان، شفت الوطة حارة. وطة حارة. أي وطة حارة. وطة هنا حارة. تعال شوف هناك الحرارة ذاتها. عارف عارف. جيت كعب صح، مر. مر مر. بتاع ما بتاكلوا شطة هنا ليه؟ عشان انا خواف. انت براك ولا الشعب كله؟ اه انت براك اللي بتخاف من الشطة ولا الفرنسيين برضو بخافوا منها؟ والفرنسيين ايه؟ انت فرنسي ولا سوداني؟ سوداني. وخليك سوداني. نتغنى بحسنه ابدا دونه لا يروحنا حيث كنا حدث بنا ذكر ملكها الشوق كلنا. لا والله شفت، اقسم بالله والله العظيم دي يا زول، نحن هنخلينا كلنا سودانيين. طيب تقول للسودانيين شنو بالعيد؟ يعني تهنيهم بالعيد. عيد مبروك. عيد مبروك او العيد مبارك. يلا انت، انا بقول انت قول وراي. كويس. العيد مبارك عليكم. العيد مبارك عليكم. وعاد يا الله. وعاد يا الله. ان عاد عليكم. وعاد عليكم. ان عاد عليكم يا ابا. ان عاد عليكم. وعاد عليكم. ان عاد. إن عاد عليكم. عليكم. بالخير. بالخير. واليمن. واليمن. والبركات. والبركات. وكل سنة. وكل سنة. وإنتوا طيبين. وإنتوا طيبين. يا أخي أقسم بالله شفت، كل سنة وإنتوا طيبين. عليك الله يا جماعة، صفقة صفقة، ما في كلام، نعمل كده كل سنة وإنتوا طيبين. هنا بيجايك أعمل كده، قول لهم كل سنة وإنتوا طيبين. كل سنة وإنتوا طيبين. الله والديك العافية. والله أحلى زول لقيتني في البرنامج. شكرا يا زول. ميرسي. دايما. كل حاجة بألف جنيه وأي حاجة. حلقة كانت مختلفة تماما، وحلقة كانت غريبة. أنا حقيقة ما كنت عارف إنه الترتيبات حتكون كيف، رب يديكم الصحة والعافية. لكن حاولنا نوصل من خلال الرسالة المحددة، نتمنى إنها تكون وصلت. كل سنة وأنتم بألف خير. عزاكم ربي.